السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من شيوات أم يوسف. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد تشكيلة ديال الفقيقسات صغار مالحين مملحات اللي كتجي بعدة نكهات. اللي غادي نحتاجو ليها إن شاء الله 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، 3 فرماج مثلث، عندي هنا ضمة ديال الثومة يمكن لكم تعودوها بغبرة ديال الثوم او بودرة الثوم، عندي هنا ملعقة كبيرة من المطارد، عندي هنا 125 غرام ديال الزبدة اللينة، هنا عندي ناخد نصف علبة من الياوت الطبيعي، جوج معالق من الزيت النباتية والملح والابزار او الفلفل الاسود. اذا هادو هما مقادير العجين، ومن بعد غادي نوريكم مقادير التزيين او الحاجات اللي غادي نزينو بها هاد الفقاس هذا. بالنسبة لمقادير التزيين، عندي هنا الزيتون الأسود بدون نواة بطبيعة الحال، عندي هنا الزعتر، عندي هنا الفلفل الأحمر والهريسة أو الشطة، عندي هنا الكاشير الحار، وعندي هنا الجبن المبشور هذا اللي حكيتو على هذه الطريقة هذه. يمكن لكم تستعملوا عدة وسائل للتزيين، يمكن لكم تزيدوا بودر الخشخاش، يمكن لكم تزيدوا الزنجلان، يمكن تزيدوا اي حاجة بغيتوا او الحبة السوداء. وغادي نشوفوا هاد المراحل كلها هي ان شاء الله في هاد الفيديو هذا. اذا بسم الله بركة الله، غادي ناخدو هذيك الزبدة اللي عندنا كما قلت لكم 125 غرام، هذه الزبدة جيدة ماشي المارغرين، يعني الزبدة اللي كنستعملوها للأكل. غنضيف ليها الجبن المثلث، غادي نضيف المطارد، غنضيف القليل من الفلفل الأسود، غنضيف القليل من الملح لأن المطارد مالح والفرماج مالح، غنضيف نصف علبة من الياوت معدي 3 معالق، وعندي هنا جوج معالق من الزيت النباتية، بسم الله، نحاول ندمج هاد المقادير كلها هي مع بعضياتها. هاد العجينة هادي ما نخدموهاش في العجانة لأن فيها الزبدة، وهاد العجينة ما تندلكوهاش، يكفي أننا نجمعوها غير باليد هكا. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشوية بشوية، تنحاول نجمع غير برؤوس الاصابع باش كنلبس هذيك الزبده كلها هي مع داك الطحين. كما كتشوفوا العجينه ما تندلكوهاش، غير تنجمعوها بحال هكا. تنديروها في واحد البلاستيك غذائي تنخليوها ترتاح باش يسهل علينا الخدمه ديالنا. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا، دابا غادي نقسمها على 3 ديال الاجزاء. دابا غناخد الجزء الاول. بالنسبه للجزء الاول غادي نضيف له هذيك الضويمه ديال الثومه
او بودره الثوم، وغادي نضيفوا كذلك الهريسه والفلفل الاحمر. إذن هذا هو الجزء الأول، وناخذ دابا القطعة الثانية. القطعة الثانية غادي نضيف ليها القليل من الزعتر، ممكن نضيف ليها كذلك القليل من الجبن. إذن استعملنا الجبن والزعتر. دابا غناخدو القطعة الثالثة، القطعة الثالثة غادي نضيف ليها الكاشير. غادي ناخذ هذاك الزيتون اللي عندي، غادي نضيف له قليل من الزعتر وغادي نطحنو. ها هو كما كتشوفوا خصو يكون مطحون جيدا حتى يولي عجينه ملساء. غادي ناخذ القطعه الاولى واللي عملنا لها الفلفل الاحمر والهريسه، دابا غادي نسرحها. بعد ما سرحنا القطعة الأولى كما كتشوفوا، غادي ناخذ هذا المقطع هذا أو الشكل اللي بغيتو، وغادي نبدا نقطع أشكال ديال الوردة على هذا الشكل هذا. كنبقاو حتى كنكملو هاد العجين اللي عندنا. بالنسبة للشكل الثاني اللي فيه الكاشير، غادي نحاولو نسرحوه. من بعد ما سرحنا هاد القطعة هادي، غادي ناخدو الزيتون نحاولو نديرو غير جوج دورات وتنقطعو. تنقادو الحرابل ديالنا وتنوضعوهم فواحد البلاستيك وتندخلوهم للمجمد، ومن بعد غادي نقطعوهم. نعود معكم، هذه الدائرة الأولى وندورو الثانية. دابا غادي ندخلوهم المجمد. الشكل الثاني بعد ما خرجتهم من المجمد، دابا غادي نبدا نقطعوها كمائل على هذا الشكل هذا.
بالنسبة للشكل الثالث اللي كان فيه الزعتر، دابا غادي نسرحو وغادي نشكلو منه واحد المربع. نشكلو هذا المربع هذا وغادي ناخذه بواسطة المدلك بهذا الشكل. غادي نقلو للصفيحة نحاولو نقادو. ناخذ القليل من المطرد او الخردل وغادي ندهنوه باش يشد لينا داك الفرماج اللي غادي نديرو من الفوق. ناخذ الفرماج وغادي نبدا نقطعو مستطيلات على هذا الشكل هذا. نحاولو نضغطو على داك الفرماج أو الجبن ودابا غادي نعاود نقطعوهم في الشكل الطولي. إذا هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي حضرت، كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. كيجيو لذاد بزاف وتيجيو مقرمشين وهشاج. نتمنى ان شاء الله تنال هذه الوصفه الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما. ولا عجبتكم هذه الوصفه ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه. دمتم برعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.